ابن عمي عيونه. انا اليوم رحت لعند الداية ام جبري. ايه شو قالت لي؟ لك شبكي شو قالت لي؟ انا بدي اطلب منك طلب قبل ما اقول لك شو قالت لي الداية ام جبري. ولك انت ما بتطلبي، انت بتأمري امر. بدي اياك تتجوز وحده تانية. شو؟ شو قصدك؟ لشو هالحكي؟ لا تدوج ابن عمي، هذا اللي بدي اياه. لك انطقي لحتى تطلع خورتي. ها؟ قالت لي انه انا. لك انت شو؟ انه وحده مثلي لازم من اول ما تجوزت تحبها. نعم؟ يعني توك مني؟ مشان الله طول بالك ابن عمي، الله يوفقك. هالحكي مو مزبوط. لك انا رجال، رجال غصب عني اللي بيسوى ما بيسوى. يوه انت رجال وسيد الرجال، مين قال غير هالحكي؟ اسمعي ولي، بتضبي لسانك لحلقك يا قسما عظما، بصلك يا انت وام جبري شيتك، فهمتي؟ عرفت هلا ليش بدي اياك تتجوز؟ لحتى تتاكد من اللي قلت لك اياه. خلصنا لك نعمه، شيليني من هالسيره، هي ام جبري وحدك السابه وما بتفهم. مشان الله ابن عمي هدي، هدي وخلينا نفكر مثل العالم والناس. يعني ام جبري شو لها مصلحه تكذب علينا؟ الها كل هالسنين معنا بهالقصه وهيك الله ورجاها. لا خلصنا بقى، قلت لك اسكتي، وقلت لك لم ممكن يكون يتوب مني، فهمتي؟ بكره بتشوفي. انا لا ممكن اتركك ابن عمي، لا ممكن اتركك، ولا ممكن افتح تمي بحرف وحقول قدام كل المخاليق انه العوقه مني. بس انت طول بالك، والله صحتك عندي بالدنيا. ولك اخرسي، لك اخرسي، ببوس ايدك عشان ما قوم تضربي الغرفه فوق راسك. ها تضربي انت وام جبري. انت اهدى شوي، واذا بدك روح احكي مع ام جبري لتتاكد، واذا بدك تتجوز انا بقعد خدامه تحت اجرك، بس المهم انت معي نهز بدنا. ابن عمي هيك بدك تضل؟ ايه والله مو هاين علي فيك، يعني اعمل اللي بدك يا بس لا تضل هيك. انا شو طالع بيدي اعمل؟ شو طالعي؟ قلت لك تجوز وتاكد. شو جواز ما جواز؟ هيك ما بتنحل القصص. إيه لكان روح لعند ام جبري تاكد. ايه والله ما بيهون علي فيك، عندي صحتك بالدنيا. خلصنا لك نعمات، سدي بوزيك. هي ام جبري وحدك كذابه. مرة تانية إذا بسمح السيرة لسانك القصة لك يا فهمتي ولا لا؟ حاضر تقبرني، أنت صحتك بالدنيا بس روق. أختي فاروق. أهلين وسهلين ومرحبتين أخي فاروق، أهلين وسهلين. أول باشتان أختي مجبري، الحكي بدي احكي لك يا لازم يضل بيناتنا ماشي. إيه لكان اخي لكان، كل شيء بتحكي سر بيناتنا. يوه ان شاء الله ما بيزل لساني بحرف يا رب. اختي مزبوط الكلام اللي سمعته من نعمات؟ اي كلام. لك اختي مشان خلفه. ايه تذكرت. ايه اخي هيك الله ورجاني، المخلوقه ما فيها البلا بنو. وانتي متاكده اختي؟ إذا الله ما خيبني. عدم مؤاخذة أختي مجبري، يعني ما في أمل بنو ببنو؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ما تواخذينا أختي مجبري، السلام عليكم. الله معك أخي، الله معك. على
حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي دخيلك سامحني. الله لا يوفقك يا نعمات.